السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمثال المغربية الجميلة العظيمة الحلوة الممتعة. فلوس اللبن يعطيه يديهم زعطوط، فلوس اللبن يديهم زعطوط. شوف المثل، شوف حلاوة المثل. طب هل انت تعرف ايه الحكاية اللي ورا المثل دي، الأسطورة اللي ورا المثل دي؟ يعني المثل ده ما تقالش كده وخلاص هباء، لا، هذا المثل وراه أسطورة، وراه أسطورة أسطورة قديمة، وراه حكاية. وهذه الحكاية بترمز لشيء، يعني عايزة توصل لنا معنى، عايزة توصل لنا قيمة. يبقى فلوس اللبن، فلوس اللبن يديهم زعطوط. ايه فلوس اللبن يديهم زعطوط دي؟ ومين هو زعطوط ده؟ وايه حكاية اللبن دي؟ وايه اللي دخل اللبن في الفلوس في زعطوط؟ احكي لك يا سيدي الحكاية. صل على الحبيب يا سيدي، صل على النبي، وكمان زيد الصلاة على النبي، صلاة النبي كلها مكسب. قال لك يا سيدي كان فيه واحد تاجر. بيعمل ايه الراجل ده؟ بيتاجر في اللبن، لبان بيبيع اللبن. وكان هذا اللبان عنده قرد مربيه. القرد ده كان اسمه زعطوط. كان اسمه ايه؟ زعطوط. الراجل ده اللي بيبيع اللبن ده كان نصاب. فكان يعمل، هو كان ساكن جنب البحر، فكان يعمل ايه؟ يجيب الجدره بتاع اللبن اللي هي ايه هيوزع منها للناس، ويروح يحط نصها لبن ونصها ميه. ليه؟ عشان يزودها. انتوا فاكرين الحكايه بتاع سيدنا عمر لما قالت، لما المره قالت لبنتها نخلط اللبن باللي مش عارف ايه بالميه علشان يزيد وبتاع مش عارف ايه، فقالت لها هو امير المؤمنين عمر؟ قالت لها عمر لا يرانا. فالبنت قالت لها ان كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. فسيدنا عمر سمع الحوار ده فجوز بنته بالسيده دي، هذه البنت هذه جوزها لابنه وجي من نسلها مين؟ خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. شوف اعمل الخير والصح حتى لو ربنا مش هو ربنا شايفك، لانك اصلا هتروح فين؟ هتستخبى فين؟ ده هو ملء السماوات والارض، فين هتستخبى؟ فين هو شايف كل حاجه. فالراجل بيخلط اللبن مع الميه، ليه يا عمي؟ علشان يزود الربح. تمام. فراح خلط اللبن نص الجدره خلطها مع الميه، وراح اتكل على عينه المتعوس، وراح باع وباع كل حاجه، وجه جاب الفلوس بقى جد كده، وراح ايه حطته. طبعا زمان الفلوس ما كانتش ورق، زمان الفلوس القرشينات ولا الدراهم كانت دراهم كده. فجه زعطوط القرد راح واخد الكيس بتاع الفلوس وراح قاعد جنب البحر. يعمل ايه زعطوط؟ ياخد درهم يرميه في البحر، ودرهم يحطه في جنبه، ياخد درهم من الفلوس يرميه البحر، وياخد درهم يحطه في جنبه، ودرهم يرميه البحر، ودرهم يحطه في جنبه. يبقى ايه بقى؟ جه الراجل ملحقش صاحب زعطوطه صاحب الفلوس، ملحقش اللي جه خلص. فقال ايه؟ قال فلوس الماء يديهم الماء، فلوس الماء يديهم الماء، وفلوس اللبن يديهم زعطوط. يعني فلوس الماء، شوف المية اللي ضفها هو هذا النصاب، المية اللي ضفها وباع. فزعطوط القرد خد الفلوس اللي بتاع المية اللي ضفها في المية وراح رميها تاني في المية. يبقى فلوس الماء لمين؟ للماء، رجعت للمية تاني. وفلوس اللبن يدوهم مين؟ يدوهم زعطوط. شوف بجل، شوف هذا المثل اندلك، وإنما هيدلك على إيه؟ يدلك على الصدق. الصدق دائما دائما، الصدق منجي. الصدق مهما كان الصدق ينجيك دائما، الصدق منجي. وخاصة التجارة، وخاصة في انت تمشي عند التاجر يحلف لك 30 يمين، ويحلف لك 30 عظيم، ويحلف لك 30 طلاق، يقول لك هادي قال الله. انت ده انت تقول له هادي مش حال، مش حال اخي هادي، يقول لك هادي مثلا 250 درهم، وتقول بزاف 250 درهم، يقول لك لله قسما بالله، قسما بالله دي بخلصها 220 درهم، قسما بالله 220 درهم، والديوانه والصخره والسوق زاد ومش عارف، وكما كنت تخلص الكرة وتنخلص الكهرباء وتنخلص الميه وتنخلص، قسما بالله انا حلفت لك
بالجمله 220 درهم. شحال هندي فيها؟ شحال هندي فيها؟ دخلت عليك بالله قول لي شحال هندي فيها؟ فتجي السيده تحشم تقول لك حلف على رقبته، حلف وهو هو مخلصها بكام؟ يبقى مخلصها ب 70 درهم 60 درهم. هذا الحلف هذا ضيع كل شيء. فهو عايز يعلمنا ان هذا المثل المغربي الجميل، فلوس الماء يديهم الماء وفلوس اللبن يديهم زعطوط، ان وخا انت ربحت، دابا انت ربحت من الحرام وربحت من الحلف الكذب، مفكر نفسك انت زعما هذه الفلوس هتنفعك، هيديهم زعطوط. زعطوط ربنا هيبعت لك زعطوط، ها هيبعت لك شيء زعطوط، يعني هذا زعطوط هيبعت لك هو شيء زعطوط يدي هدول القرشينات. فهذا القصه الجميله بتاع المثل المغربي، فلوس اللبن، فلوس الماء يديهم الماء وفلوس اللبن يديهم مين؟ يديهم زعطوط. المطلوب منكم يا جماعه اصدقائي الرائعين المغاربه، اكتبوا لي مثل مغربي، اكتبوا لنا امثال مغربيه، عايزين نوصل امثال مغربيه، التراث المغربي، الثقافه المغربيه، التاريخ المغربي، نوصله لجميع انحاء العالم، نوصله للناس كلها. فانتوا اكتبوا لنا مثل مغربي تكون سمعتوه من الجدود، تكون سمعتوه من الابهات من الامهات، اكتبوا لنا مثل مغربي واحنا نحكي لكم هذا المثل. وهل الامثال المغربيه يا جماعه بتختلف من منطقه لمنطقه، ولا هي الامثال المغربيه كامله في المغرب اسمها امثال مغربيه؟ يعني هل تطوان عندها امثال ومراكش عندها امثال والصحراء عنده امثال، ولا كله مثلا كله في حال في حال؟ فاكتبوا لنا، اكتبوا لنا كل واحد يكتب لنا مثل مغربي، اللي يعرف مثل مغربي يكتب لنا المثل دواتي واحنا نحكي قصته، واستنونا في مثل مغربي جديد من التراث الشعبي المغربي العظيم الجميل الملهم. استنونا في مثل جديد وقصة جديدة كلها إثارة ومتعة وتشويق. واكتبوا لنا، ما تنسوش تكتبوا لنا الأمثال وإيه يا جماعة، صافي صافي، وإيه حد يرد عليا؟ وشكراً.